مدينة الرسم 10/11/2013 والحالة الإنسانية مدينة الرسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعاً كنا على الوضع المأساوي شوي مدينة الرسم يعني. والله الوضع مأساوي صعب صعب كتير. من قذائف يوميا 5 قذائف. مدارس ما في استهداف المدارس. ولد من جرح دواء ما في. كل الشغلات المطلوبة للحياة الإنسانية المبدئية ما موجودة. طيب عم بصير في عندكم قصف هون يا عم مدينة الرسم؟ ايه في. ما كل يوم في عنا 7-8 قذائف، 5 قذائف، 3 قذائف، 4 قذائف، يوميا في. لا حول ولا قوة الا بالله. غاز ما في، مازوت ما في، خبز ما في. طيب يا عم من وجد الغاز او المازوت شو بتكون تكلفة سعر تجرة الغاز؟ غالي من فوق 3000-3500 ليرة. لا حول ولا قوة الا بالله. غالي كثير. طيب يا عم احنا عباب شتوية شو مجهز للشتوية؟ كاس نايلو. نطبخ على النايلو. لا حول ولا قوة. إذا لميناه لقينا لقينا، ما لقينا ما في. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفرج على الله. ماشي يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. مدينة الرسام 10/11.